اسمي محمود عادل حجاج، شغال تبع شركة التمامة في مدينة الأسواق دمياط. عملت شهادة تأمين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملها علشان احنا كعمال يومية نقوم بالتأمين. وبنشكر سيادة الرئيس على هذه الشهادة، عشان احنا شغالين في مهنة خطرة وما نعرفش بعد كده الأيام هتحصل لنا ايه. متعرضين للإصابة؟ متعرضين للإصابة. متزوج ولا؟ متزوج. عندك اولاد؟ ايوه يا بنت. عندك مين؟ نور. اكيد عندي احساس بالامان وفي تامين المستقبل. في تامين للمستقبل وكده ضمننا لو حاجه حصلت لنا في الشغل بعرف في يبقى في دخل شهري ثابت. كل يعني هنشتغل واحنا مش شايفين زي الاول. اللي اسمه حسن جوف، انا شغال عامل مدينة الأساس. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن عملنا سنة التأمين دياتي، عشان مستقبلنا إحنا شغالين في شغل خطر برضه، كلنا أولاد إحنا لسه متزوجين وما لناش أي شغل غير كده. ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المليون اللي عملها معانا، وإحنا شغالين في مدينة الأساس. الشغل بتاعنا كله خطر يعني، إحنا لو مدينة الأساس دياتي وشغل التأمين بتاعنا مش هيبقى لنا مستقبل ولا رعاية صحية ولا أي حاجة. أنت متزوج؟ متزوج. عندك اولاد؟ عندي اولاد. ايه؟ معايا ادم. مسكت الامان دياتي عشان خاطر اولادنا فيما بعد، يعني حصل له حاجه اصابه لا قدر اي حاجه بيقدروا يصرفوا تامين بعد منه. انا محمد شتيه من السير، شغال نجار مسلح، عامل بسيط يعني مفيش اي حاجه حلوه ولا كده ولا بتاع. وبنشكر باشمهندس وليد التمامي، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني عمل لنا شهاده تامين عن طريق البنك، تامين صحي. طبعا انت عارف الظروف، ان احنا عندنا اسره وعيال ومفيش دخل اكتر من الموت بس. عندك احساس بالامان بعد ما عملت الوثيقه دي؟ طبعا. امال ايه، الرئيس طبعا عمل لنا الوثيقه دي امان لنا والعيال. معروف ان مهنتنا مثلا مهنه خطره، واحيانا بنتعلق فوق وكده وبتاع، ف الواحد معرض لاي حاجه في اي لحظه. هم حجاج نجار مسلح. الحمد لله احنا شغالين في مهنتنا خطره يعني. الحمد لله نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لان فتح لنا فرصه وشهاده التامين. اسمي فتحي الحالي، والحمد لله يعني وصلت الأمان ديت كويسة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا شغلنا في العالي وشغلنا خطر وكده، والحمد لله يعني الوثيقة ديت تبقى لأولادنا بعدنا وكده. والحمد لله يعني نشكر فضل الله إن هو عمل لنا الحاجة ديت عشان تبقى لأولادنا من بعدنا وكده. اتفضل يا باشا. مهندس وليد صلاح التمامي، رئيس مجلس إدارة شركة التمامي المقاولات. احنا كشركات مقاولات عاملة في مجال المقاولات في مدينة دمياط للأساس، حريصين على تنفيذ تعليمات سيادة الرئيس، وفي نفس الوقت حريصين جدا على العمالة اللي بتشتغل معانا والصنايعية بمختلف المهن، سواء النجارين أو الحدادين أو البنايين أو العمالة العادية. ومن المنطلق ده احنا لهم شهادات امان اللي وصى بيها سياده الرئيس، وده للحفاظ عليهم والتامين المستقبلي.